اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث لسون. today ان شاء الله هناخد لسون 8 بي اللي بعنوان approximating to the nearest 100 or the nearest 1000. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر استكمالا لمجموعه دروس الابروكسيميشن. هنتعلم فيه ازاي نعمل ابروكسيميشن لانذر بليس بخلاف البليس اللي احنا خدناه الدرس اللي فات. اللي فهم الدرس اللي فات كويس الدرس ده بالنسبه له هيعتبر سهل جدا، لان الشرح واحد مفيش اي اختلاف خالص في الشرح، وهيبتدي يحل معايا اكسرسايز على طول. اللي ما فهمش الدرس اللي فات كويس تعالوا مع بعضينا نراجع ازاي كنا بنعمل ابروكسيميشن. كنا بنعمل ابروكسيميشن عن طريق ثلاث حاجات مهمين جدا لازم نعملهم. اول حاجه لازم نحدد مكان البليس. تاني خطوه بنعملها بنحط شرطه على الرايت من البليس. تالت حاجة بنعملها بنشوف الديجيت اللي على الرايت من الشرطة دي هيزود 1 ولا مش هيزود 1. تعالوا مع بعضنا نشوف ازاي نعمل approximating to the nearest 100. ايه هي اول حاجة نعملها؟ هو بيقول لي to the nearest 100، يبقى نروح نحدد البليس اللي اسمه 100 فين. هو البليس ده. اوكي، تاني خطوة نعمل ايه؟ نعمل شرطة على الرايت من البليس كده. تالت حاجة نشوف الديجيت ده يزود لي 1 ولا ما يزود ليش. ال 6 هيزود ال 2 1، تبقى ال 2 كام؟ تبقى 3، وتبقى ال 6 ايه؟ 0. كل اللي على الرايت ايه؟ 0. يبقى النمبر بتاعي 5300. اللي احنا ملاحظين ان النمبر عبارة عن مالتيبلز اوف 100. يبقى انا في الابروكسيميشن للنيرست 100 انا بخلي النمبر بتاعي مالتيبلز اوف 100. وزي ما احنا شايفين مفيش اي جديد خالص عن الدرس اللي فات، غير ان احنا اول خطوه نحدد البليس اللي هو ايه اللي عليه. طيب تعال ناخد مع بعضنا اكزامبل 1. بيقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست 100. بيقول لي ايه 100؟ يبقى اول حاجه يلا مع بعضنا نحدد البليس. اهو البليس اهو، ده اليونتس، ده التنس، ده الهندردز. تحط ايه؟ نحط بوينت كده، وبعد كده نحط شرطه كده، ونايه ونعمل ابروكسيميت كده، نشوف ال7 تدي ال8 ولا ما تديهاش. ال7 تدي ال8، نحط تحت ال8 كده 9، وال7 تبقى 0، وكل اللي على الرايت 0، يبقى هت ايكوالز معانا 900. يلا هنا فين ال 100 بليس؟ اهو حط تحتيه بوينت كده عشان نحدده، بعد كده نحط شرطه على الرايت منه، وبعد كده نيجي هنا كده نشوف ال2 تزود ال7 ولا ما تزودهاش. طبعا ال2 مش هتزود ال7، يبقى ال7 هتفضل زي ما هي، وال2 تبقى 0 وال4 تبقى 0، يبقى ده هيديني 700. يلا اللي بعد كده ال 100 بليس فين؟ اهو ال 1. نيجي نحط شرطه على الرايت كده، وبعد كده نعمل السهم بتاعنا. ال 3 هتزود ال 1 ولا لا؟ مش هتزوده، يبقى تبقى 0، وال 5 يبقى 0، يبقى هت ايكوالز معانا 5100. يبقى زي ما انتم شايفين كل النمبرز بتاعتي بتتحول لمالتيبلز اوف 100، يعني اليونتس لازم تبقى ب 0 والتنس لازم تبقى ب 0. طيب يلا هنا فين ال 100 بليس؟ اهو هو ده. نيجي على يمينه نعمل شرطه كده، نشوف ال8 تزود ال1 ولا ما تزودش. طبعا ال8 هتزود ال1، ال1 تتحول ل2، وكل ده يتحول لايه؟ ل0. يبقى دي ابروكسيميت 2 2 2 0 0.0. يلا اللي بعد كده فين ال 100 بليس؟ ادي اليونتس، التنس ال 100 اهي. نيجي على الرايت منها نحط شرط، وبعد كده نعمل السهم بتاعنا. ال5 دي هتزود دي 1، يبقى ال5 دي 6، ودي 0، ودي 0، يبقى ده ابروكسيميتلي 600. يلا ال100 بليس اللي هو ال2، نعمل شرطه كده ونعمل ونشوف السهم بتاعنا. ال5 هتزود ال2 تخليها 3، وده كله يقلب ايه؟ يقلب 0، دي ابروكسيميتد ل 300. يبقى زي ما انتم شايفين ان الابروكسيميشن معتمد على ثلاث خطوات. اول خطوه بنعملها بنحدد البليس. الخطوه الثانيه بنحط شرطه على الرايت من البليس ده. الخطوه الثالثه بنشوف الديجيت اللي على الرايت من الشرطه هيزود 1 ولا مش هيزود 1. تعالوا نشوف مع بعضينا الجزء الثاني من الليسون اللي هو الابروكسيميتنج تو ذا نيرست 1000. ايه اللي اتغير المره دي؟ هو عايز البليس اللي هنعمل عند ابروكسيميشن اللي هو ال 1000. طيب لما نيجي نبص عندنا في النمبر ده فين البليس اللي اسمه 1000؟ ادي اليونتس، وده التنس، وده الهندردز، وده الساوزن. يبقى اول حاجه نعملها نحدد البليس. اهو حددنا البليس، حددته بناء على ايه؟ هو اللي بيقول لي، بيقول لي ابروكسيميت تو ذا نيرست 1000، او ممكن يقول لي كده يكتب لي 1000. نعمل ايه بعد ما نحدد البليس؟ نيجي على الرايت منه ونحط شرط.
وبعد كده نسأل نفسنا ال1 هيزود ال4 ولا مش هيزودها. احنا قلنا ان انا عندي ال0 وال1 وال2 وال3 وال4 ما بتزودش، من اول ال5 لحد ال9 تزود لي الديجيت 1 على طول. يعني ده لو 0 او 1 و2 و3 و4 مش هيزود ال4، لكن 5 6 7 8 9 تزود على طول ال4. في الحاله اللي قدامنا دي ال1 مش هتزود ال4، يبقى ال1 يتحول ل0 وكل اللي على الرايت منه. يبقى النمبر ده is approximated to 4000 when approximating to nearest 1000. بيتهيألي ما فيش اي مشكله خالص. بنأكد تاني ايه هي الخطوات بتاعت الابروكسيميشن. اول حاجه نحدد البليس اللي هو عايز يعمل عنده ابروكسيميشن، تاني حاجه نحط شرط على الرايت، تالت حاجه نشوف النمبر اللي على يمين الشرط هيزود لي النمبر اللي على شمالها 1 ولا لا. طيب يلا ناخد اكزامبل 2 عشان نفهم اكتر. بيقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست. لحد هنا كده انا ما فهمتش حاجه. اول ما اشوف كلمه 1000 انا خلاص جات لي المعلومه، عرفت هو عايز يعمل ايه. يبقى انا وانا بقرا الهيد اوف ذا كويتشن لازم اخد بالي قوي الحته دي مكتوب فيها ايه. هنا مكتوب فيها 1000، على طول نروح نحدد البليس اللي اسمه 1000 اهو، وعلى الرايت منه نحط شرط. يلا الفور تدي 3 ولا ما تديش؟ ما تديهاش، تتحول كلها لزيروز. يبقى ده كده ابروكسيميتد تو 3000. يلا هنا فين البليس اللي اسمه 1000 اهو ال2، نيجي على الرايت منه نحط شرط، وبعد كده نعمل السهم بتاعنا. ال9 تزود ال2 ولا لا؟ هتزودها، هتخلي ال2 3 ودول كلهم يقلبوا ايه؟ يقلبوا 0. يبقى النمبر ده از ابروكسيميتد تو 3000. وزي ما انتم شايفين الاجابه بتبقى مالتيبلز اوف 1000، يعني لازم اليونتس ب0 والتنس ب0 والهندردز ب0. يلا هنا 501، هو بيقول لي اعمل ابروكسيميشن للنيرست 1000. يبقى انا اروح اشاور على البليس اللي اسمه 1000. نيجي نبص هنا مش موجود، ده دي اليونتس والتنس والهندردز، امال ال 1000 فين؟ ال 1000 موجود هنا. طب هو مش موجود، نعمل ايه؟ نفتح البليس. يعني ايه نفتح البليس؟ يعني نحط في زيرو، تمام، ونيجي على الرايت منه نحط شرطه ونعمل كده. نسال نفسينا ال 5 هتزود ولا لا؟ من اول ال 5 لحد ال 9 تزود 1، يبقى الزيرو ده يبقى 1 وده كله يقلب زيرو. يبقى النمبر ده از ابروكسيميتد تو 1000. يلا هنا فين البليس اللي اسمه 1000 اهو اللي هو ده؟ دول ماليش دعوه بيهم، دول فراكشنز، يعني ده التنسز وده الهندردز. هنا اليونتس التنس الهندردز، هو ده البليس اللي اسمه 1000. اجي على يمين واعمل شرط اشوف الزيرو يزود ولا ما يزودش. يبقى ال2 تفضل زي ما هي وكل دول يبقوا زيرو. يلا هنا اول حاجه نعملها نروح على البليس اللي اسمه 1000 ونشاور عليه، نعمل بوينت تحتيه كده. يلا ونعمل الشرط، ها، ونعمل السهم ده كده. ال6 هتزود عندي ال2 تخلي ال2 3 وكل ده يقلب زيروز. يبقى النمبر ده از ابروكسيميتد تو 13000. طب يلا هنا ابص على الفراكشن ولا ليا دعوه بيه خالص؟ ما ابصش عليه خالص، لان انا كل اللي بحتاجه ايه؟ ادي البليس اهو اللي اسمه 1000، وادي الشرط اللي على يمينه، هو ده الديجيت اللي انا هشتغل عليه، ماليش دعوه بده خالص. ها ال3 هتزود ولا لا؟ ال3 مش هتزود ال2، تفضل ال2 زي ما هي وده كله ده يقلب زيروز. والفراكشن ده خلاص برضه هيقلب زيرو معايا، يعني النمبر ده از ابروكسيميتد تو 2000 والفراكشن يبقى ايه؟ برضه زيرو. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نشوف الاكسرسايزز اللي على الليسون. بيقول لي هنا observe the number x on the number line in each of the following cases and complete. يعني مديني كده number، النمبر ده مسميه x، يعني ممكن يطلع اي حاجة، بس ناخد بالنا من النمبر line، هو مديني علامة، العلامة دي هتخليني اقدر اعمل approximation للنمبر x. ايه العلامة دي؟ العلامة دي اللي هي دي، ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الميدل. واحنا قلنا ان اباف الميدل يحصل له ابروكسيميشن للي بعده، وللزان الميدل يحصل له ابروكسيميشن للي قبله. يبقى انا النمبر ده موجود في حتة المفروض ان هي للزان الميدل بوينت بتوين ال 400 اند ال 500. يبقى لازم لما يحصل له ابروكسيميشن للنيرست 100 لازم ياخد الايه؟ ال 400. يبقى الاكس عندي از ابروكسيميتد تو 400.
ليه؟ عشان قريبة منها. طب يلا هنا، هنا عندي 8000 وهنا عندي 9000، نيجي هنا عايزين نعمل ابروكسيميشن للاكس تو ذا نيرست 1000. طيب انا يهمني اني بوينت؟ البوينت اللي في النص، البوينت دي. انا عندي هنا 8000 هنا 9000، يبقى دي عباره عن ايه؟ 8500. طب دي بعديها من الرسمه كده تروح كده ولا تروح كده؟ لا، تقرب من الايه؟ من 9000. يبقى الاكس عندي از ابروكسيميتد تو 9000. ها اللي بعديها ده لما يكون 0، ده لما يكون 100، يبقى الميدل عندي عباره عن ايه؟ عباره عن 50. طيب ال 50 ترجع ولا تروح لقدام؟ لا طبعا، احنا قلنا الميدل يحصل له ابروكسيميشن للفاليو الاكبر من، يعني ال 50 از ابروكسيميتد تو ال 100، يبقى انا عندي هنا الاكس از ابروكسيميتد تو 100. طيب يلا هنا مديني هنا 500 ومديني هنا 2500. نركز بقى، ناخد بالنا، دي لما تكون 500 ودي هنا 2500، يبقى البوينت دي عبارة عن ايه؟ هو انا الديفرنس بتوين 2500 اند 500 ايكوالز كام؟ الحتة دي كلها عبارة عن كام؟ هنا ال 500 هزود عليها كام علشان تديني 2500؟ هنزود عليها كل دي كده عبارة عن 2000. طب دي مقسومة حتتين، حتة هنا وحتة هنا، يبقى اكيد الحته دي كلها 1000 ودي 1000، يبقى لما نزود على 500 1000، يبقى البوينت دي عباره عن 1500. اوكي، طيب دي تقريبا في الميدل، في الميدل ما بين ال 500 وال 1500، يبقى اكيد دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1000. يبقى لما اعمل الاكس ابروكسيميشن تو 1000 ده بقى عند ال 1000 بالظبط، يبقى هتديني 1000. يلا اللي بعد كده بيقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج نمبر تو ذا نيرست 100. كل الكلام ده اللي يهمني منه الكلمه دي، ليه؟ عشان انا بحدد البليس بناء على الكلمه دي. هو قال لي 100 يبقى هشتغل على 100 بليس. طب يلا هنا فين ال 100 بليس؟ اهو اللي هو ال 2 ده، نعمل شرط على الرايت منه اهي. يلا ال 4 تدي لل 2 ولا ما تديش؟ ما تديش، تفضل ال 2 زي ما هي والباقي هنا كله 0، يبقى 7200. هنا 7200. يلا هنا فين ال 100 بليس؟ ادي هنا اليونت 6 تنس، ال 100 مش موجود، يبقى نفتح البليس. افتحه ازاي؟ احط 0 واجي على الرايت منه احط ايه؟ شرطه كده. ال 8 يزود ال 0 ولا لا؟ يزوده. ال 0 يبقى كام؟ يبقى 1 والباقي كله يقلب 0، يبقى هنا 100. يلا هنا فين ال 100 بليس؟ ال 9 يجي على الرايت حط شرطه. يلا ال 5 تزود ولا لا؟ تزود. لما ال 5 تزود ال 9 1، ال 9 تتحول لايه؟ لتاني، يبقى هنا هكتب 0 وهنكاري اب 1. 1 و 9 10، حط 0 ونكاري اب 1، 1 و 8 يديني 9، وطبعا دول يتحولوا ل 0 و 0. عشان كده انا بحب اكتب تحت النمبر كده، عشان لو في كاري سهل ان انا اعمل ايه؟ اعمل اديشن. يبقى ده هيديني هنا 90000. يلا هنا اول حاجه نعملها نشاور على 100 بليس، اللي هو فين؟ اللي هو ده. يجي على الرايت نعمل شرطه، بعد كده نعمل كده. ال 3 هتزود ال 6 ولا لا؟ مش هتزودها، يبقى كل دول يقلبوا زيروز، يبقى عندي الانسر بتاعتي 600. هنا فين ال 100 بليس؟ نبص مش لاقيينه، يبقى نفتح البليس نحط 0، وبعد ما احط 0 احط على الرايت منه شرطه كده. يلا ال 3 تدي ال 0 ولا ما تدهوش؟ لا مش هتزوده، يبقى كل دول زيروز، يبقى الانسر عندي الزيرو. ال 100 بليس فين؟ اهو، نحط شرطه على الرايت. ال 9 تدي ال 9 ولا لا؟ هتزودها، تبقى ال 9 دي كام؟ تبقى 10، ودول يقلبوا زيروز، يبقى عندي الانسر از 1000. نيجي نبص هنا فين ال 100 بليس؟ مش موجود، يبقى نفتحه نحط مكانه زيرو كده، ونحط على الرايت منه شرطه. ال 9 تدي لل 0 1؟ اه تدي له 1، يبقى كام؟ يبقى 1، ودول يقلبوا ايه؟ زيروز، يبقى 100. ال 100 بليس الزيرو اهو، على الرايت منه نحط ايه؟ شرط. طبعا الزيرو مش هيديله حاجه، يبقى كل ده يقلب زيرو، يبقى انا عندي ايه؟ 2000. ال 100 بليس مش موجود، حط مكانه زيرو، حط على الرايت منه شرطه. ال 9 تزود الزيرو اه تدي له 1، يبقى هنا 1 وهنا كله ايه؟ كله زيروز، يبقى 100. يلا هنا 9، طب فين ال 100 بليس؟ اهو ادي ال 10 بليس وادي ال 100 بليس، حط على الرايت منه. طبعا الزيرو مش هيدي لي الزيرو، يبقى كل دول زيرو. هنا ده في اليونتس، ادي التنس
ادي الهندردز، نيجي على الرايت منه كده زي ما انتم شايفين، طبعا الزيرو مش هيعمل حاجه مع الزيرو، يبقى كله ده زيرو. يلا اللي بعد كده الهندردز بليس اهو، نيجي على الرايت منه نعمل كده، الفايف هتخلي الزيرو 1 وهما الاثنين يبقوا زيروز، يبقى نكتب 3 7 200. الهندردز بليس فين؟ اهو ادي الشرطه اهي، الناين هتزود الناين، الناين لما تدي الناين 1 تبقى كام؟ تبقى 10. مش هينفع اكتب ال 10 هنا، نحط 0 ونكاري اب 1. 1 بلس 9 از 10، نحط 0 ونكاري اب 1. 1 بلس 9 از 10. وال 9 دي وال 9 دي يبقوا زيروز. يبقى انا عندي 1 وجنبي 5 زيروز. نيجي هنا فين ال 100 بليس؟ هنا اهو. طبعا ده مش هيدي لده خالص، يبقى هنا ايه؟ 0. نيجي هنا نقف عند ال 100 بليس اهو. نعمل شرطه كده ونشوف. ال 9 هتدي لل 4 1 تبقى 5، وهنا 0 0 يبقى انا عندي 6 0 3 5 0 0. يلا ادي ال 100 بليس نعمل كده، طبعا دي مش هتدي لها يبقى مش هتزودها، ويتحول دول لايه؟ لزيروز. يبقى 9 7 3 0 0 0. ادي ال 100 بليس نعمل شرطه كده، الزيرو طبعا مش هيدي للايه؟ لل 9، يبقى الاثنين دول زيروز، تفضل ال 9 زي ما هي. تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست 1000. ايه اللي هيفرق ما بين هنا وما بين فوق؟ اللي هيفرق ان انا هروح الاول على ال 1000 بليس، هو ده الاختلاف الوحيد. وهنعمل شرط عادي خالص زي ما عملنا كده، وهنشوف الديجيت اللي على الرايت هيزود الديجيت اللي على شماله ولا لا. يلا مع بعضين، اول واحده فين ال 1000 بليس؟ اهو هو ده، يعني ده كده اليونتس التنس ال 100 هو ده ال 1000. نعمل شرطة كده ونشوف ال 6 هتزود ال 7؟ اه هتزوده. ال 7 تبقى ايه؟ تبقى 8 وكل دول زيروز. يبقى عندي 5 8 0 0 0. يلا ادي ال 1000 بليس، نعمل شرطة كده ونعمل كده. ال 0 مش هيدي ال 3، يبقى دول كلهم زيروز و 3 تفضل زي ما هي. يلا هنا فين ال 1000 بليس؟ يونتس تنس هندردز، ال 1000 مش موجود، نفتحه نحط في زيرو كده ونفتحه، حط على الرايت منه الشرطه، فنعمل ال 6 نعمل منها السهم للزيرو. ال 6 هتزود البليس ده 1، يبقى الزيرو يبقى ايه؟ يبقى 1، وكل ده يبقى ايه؟ يبقى زيروز. يبقى انا عندي الاجابه بتاعتي 1000. هنا ال 1000 بليس نفتحه، حط شرطه كده على الرايت ونشوف ال 4 تدي 1 ولا لا. ال 4 مش هتديني 1، يفضل الزيرو زي ما هو وكل ده يبقى زيرو، يبقى الانسر عندي الزيرو. يلا فين ال 1000 بليس؟ مش موجود، نفتحه. ال 1 هيزود؟ لا، ال 1 ما بيزودش، يبقى ده يفضل زي ما هو زيرو، وكل دول يقلبوا ايه؟ يقلبوا زيروس، يبقى الانسر عندي الزيرو. يلا ال 100 بليس اهو، نيجي على الرايت منه نعمل شرط. ها ال 5 هتزود هنا 1 ولا لا؟ هتزود 1، يبقى الزيرو يقلب 1 وكل دول ايه؟ زيروس، يبقى انا عندي 1000. يلا هنا ادي ال 1000 بليس، حط شرطة على الرايت، نعمل السهم بتاعنا. الفور تزود السكس؟ لا مش هتزودها، يبقى السكس تفضل زي ما هي وكل الباقي ده زيرو، يبقى عندي 6000. يلا هنا ادي ال 1000 بليس اهو، حط نقطة تحتيه كده، وادي على الرايت نعمل شرط، وبعد كده نعمل السهم بتاعنا. ال 9 هتزود 1 ولا مش هتزود؟ هتزود الديجيت ده 1، تبقى ال 9 دي ايه؟ تبقى 10، وكل دول يقلبوا زيروز، تبقى ايه؟ تبقى 10000. نيجي هنا 1000 بليس فين؟ اهو ال 2 على الرايت منه نعمل شرط. الزيرو هيزوده ولا لا؟ مش هيزوده، تفضل ال 2 زي ما هي والباقي ده كله يقلب زيروز، تبقى 2000. يلا فين ال 1000 بليس؟ اهو نعمل الشرط، نعمل السهم بتاعنا. ال 9 هتديني 1 ولا لا؟ هتديني 1، نحط ال 1 على ال 9 يبقى 10. ينفع اكتب ال 10 هنا؟ لا، هنحط 0 ونكاري اب 1. 1 بلس 1 يديني 2، وال 5 تنزل، حط دول كلهم زيروز، يبقى هيديني 520000. يلا هنا فين ال 1000 بليس؟ نوصل له، ادي كده ال 100 وادي ال 1000. اه طبعا كده ايه؟ مش هيدي لده وكله زيروز. يلا فين ال 1000 بليس؟ اهو نعمل شرط، نعمل السهم. الزيرو مش هيزود، يبقى 7 5 ودول زيروز. يلا هنا ادي ال 1000 بليس، نعمل الشرط. ال 5 هتزود؟ اه هتزود،
نزود 1 عن 9 تبقى 10 نحط 0 ونكاري اب 1 1 و 9 10 نحط 0 ونكاري اب 1 1 و 9 10 نحط الايه 10 ونضرب ايه زيروز يبقى عندي 1 مليون. يلا هنا ادي ال 1000 بليس اهو نعمل الشرط. يلا نسال نفسنا ال 9 هتديني 1 1 عن 9 يبقى 10 مش هينفع نكتب ال 10 هنا نحط 0 ونكاري اب 1 1 بلس 9 از 10 ودول يتقلبوا زيروز تبقى 100,000. هنا فين ال 1000 بليس اهو ادي الشرط ال 4 تزود لا تتحول لزيرو وال 3 تفضل زي ما هي وكل دول زيروز من عندي ايه 3000. زي ما انتم شايفين الابروكسيميشن عباره عن قواعد محفوظه لو اتعلمنا القواعد دي اي مساله ان شاء الله هتتحل فيش فيها مشاكل خالص. يلا اكسرسايز 4 تشوز ذا كوركت انسر. بيقول لي النمبر ده از ابروكسيميتد تو 7000 تو ذا نيرست ايه. عايزين نفكر بقى في المسائل اللي زي دي. ده علشان يبقى ده يبقى يتعمل له ابروكسيميشن للنيرست ايه. يعني النمبر ده لما نيجي نعمل له ابروكسيميشن للنيرست 100 هنعمل ايه؟ هنيجي كده نعلم على البليس اللي اسمه ايه اسمه 100 وبعد كده نحط شرط على الرايت منه نيجي نشوف ال8 تزود ال0 ولا ما تزودش. تزوده هتخليه 1 وده يقلب زيروز يبقى ده هيتحول ل 7100. الله يبقى معنى كده ان ده اكيد ما اتعملوش ابروكسيميشن للنيرست 100. امال حصل ايه؟ نيجي نجرب كده للنيرست 1000 هنعمل الشرط هنا كده ونسال نفسنا الزيرو يزود ولا لا ما يزودش تفضل ال7 زي ما هي ودول كلهم زيروز يبقى فعلا 7 ايه 7000. يبقى ده از ابروكسيميتد تو 7000 تو ذا نيرست ايه نيرست 1000. مش عايز حد يقول عشان احنا شفنا 3 زيروز يبقى نيرست 1000 ما هي ممكن تيجي لي كده كده مثلا النمبر ده. هو انا لو عملت ابروكسيميشن للنيرست 100 هنعمله ازاي؟ هنيجي نحدد ال 100 بليس اهو ونعمل الشرط ونعمل السهم بتاعنا ال 1 يزود لا يبقى هيديني ايه 7000. يبقى مش شرط عشان هنا في 3 زيروز يبقى الايه للنيرست 1000. انا عندي نمبر اهو عملنا له ابروكسيميشن للنيرست 100 واداني 7000. يبقى احنا لازم نبص للمساله ونفكر. اوكي طيب يلا هنا 38000 is the approximation of يعني ده كده حصل له ابروكسيميشن بقى كده. لما عملنا ابروكسيميشن للنيرست ايه نفكر بقى نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان انا في عندي ديجيت زاد. طالما في ديجيت زاد نبص بعينينا كده وايه اللي حصل؟ الديجيت ده اللي هو 7 بقى 8 يبقى على طول الابروكسيميشن حصل في الحته دي. يبقى اكيد اتعمل شرطه هنا كده وفي سهم جه فين؟ جه من هنا. يبقى اللي حصل كده ال8 زاويه ال7 1 يبقى الابروكسيميشن ده للنيرست ايه؟ نيجي نبص على البليس ده كده اسمه ايه؟ اسمه 1000 يبقى النيرست 1000. يبقى انا يا اولاد المساله لما تجيلي لازم افكر ونبص بعينها كويس لو لقينا في ديجيت زاد نعرف ان الديجيت ده حصل عنده الابروكسيميشن. طيب ده ابروكسيميتد لايه؟ تو النيرست 1000. اكن بيسالني ده اعمل له ابروكسيميشن للنيرست 1000. هنيجي نحدد اهو البليس نحط شرط على الرايت ال7 تزود تزود تخلي ال9 ايه 10 نحط 0 ونكاري اب 1 1 بلس 5 يديني 6 نحط دول ايه؟ زيروز يبقى 60000. يلا هنا ده ابروكسيميتد لده تو نيرست ايه؟ نبص بعينينا واضح جدا ان ال 9 زادت بقت كام؟ بقت 10 يبقى اكيد ال 9 دي حصل عندها الابروكسيميشن. جينا حددنا البليس وحطينا شرط على الرايت ال 7 تزود ال 9 تبقى 10 والباقي كله زيروز يبقى الابروكسيميشن ده للنيرست ايه؟ للنيرست 1000. يلا هنا ده اتعمل له ابروكسيميشن لده للنيرست ايه؟ يلا نبص بعينينا في عندي ديجيتس زادت؟ مفيش عندي ديجيتس زاد. طيب نبص كده هل هي ابروكسيميتد للنمبر ده؟ لو جينا عند هنا وقفنا كده وعملنا شرطه كده ال5 هتزود الزيرو يبقى هي واضح قوي ان انا جيت عند هنا كده ووقفت وعملت الشرطه هنا كده وقلنا ان الزيرو تزود ال7 ولا لا ما زودتش وتحول كله زيروز يبقى البليس ده اسمه ايه؟ اسمه 100. يبقى هنا الابروكسيميشن تو نيرست 100. طب يلا هنا عايزين نعمل لده ابروكسيميشن للنيرست 100 نيجي عند ال 100 ونحط ايه؟ بوينت صغيره كده ونعمل الشرطه بتاعتنا ال 1 تزود ولا ما تزودش؟ ما تزودش تفضل ال 6 زي ما هي وده كله يقلب زيروز يبقى انا عندي 600.
3000 is the approximation of the number A to nearest 1000. يعني مين في دول اتعمل له approximation طلع 3000 للنيرست 1000 نعملهم. يلا هنا فين ال 1000 بليس اهو يعمل كده. هل الفور تزود؟ لا ما تزودش، تفضل التو زي ما هي ودول ايه زيروز. يبقى دي ما تنفعش. نيجي هنا نعمل الشرطه بتاعتنا كده ونشوف ال 6 تزود التو ولا لا تزودها. التو تبقى كام؟ تبقى 3 ودول كلهم يقلبوا ايه؟ يقلبوا زيروز. طيب هنا ال 5 هتزود ال 3 تبقى 4 ودول كلهم ايه؟ زيروز. يبقى مين هو اللي اداني 3000؟ هو ده. يبقى النمبر ده هو الانسر بتاعتي. يلا اكسرسايز 5. Find the result of each of the following operation then approximate the result in each of the following cases. يبقى هنشتغل الاوبريشن دي وبعد كده نعمل ابروكسيميشن. يلا نعمل اديشن. 3 بلس 6 يديني ايه؟ يديني 9. بنعمل اديشن فروم ذا رايت. اليونتس بليس مع اليونتس بليس. 3 بلس 6 يديني 9. ها 8 بلس 9 يديني 17. 7 ونكاري اب 1. 1 بلس 4 از 5. ال 5 مفيش حاجه قدامها ننزل ال 5. يلا عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100. نيجي عند ال 100 بليس ونحط بوينت صغيره كده. وادي الشرطه بتاعتنا. نشوف ال 7 تدي لل 5 ولا ما تديهاش. ال 7 تزود ال 5 1 تبقى 6. وهو يقلب ايه؟ يقلبوا زيروز يبقى 600. يلا اللي بعد كده 5 بلس 6 11 1 وهنكاري اب 1. 1 بلس 2 از 3. 3 بلس 0 يديني 3. 3 بلس 4 يديني 7. 1 بلس 7 يديني 8. عايز يعمل ابروكسيميشن للنيرست 1000. نيجي على ال 1000 بليس ونحط بوينت صغيره كده تحتيه. وبعد كده نعمل الشرطه. وبعد كده نعمل السهم بتاعنا. نسال نفسنا ال 7 هيدي 1 لل 8؟ اه هيزودها 1. ال 8 تبقى ايه؟ تبقى 9. وكل دول يقلبوا زيروز. يبقى يديني 9000. يلا هنا، هنا هنعمل سبتراكشن. 6 ماينس ال 8 ينفع؟ لا ما ينفعش لان ال 6 لس ذان ال 8. هنبر 1 من الزيرو ينفع؟ ما ينفعش. ناخد من ال 4 ناخد منها 1 تبقى هي 3. ال 3 تدي ال 1 للزيرو، الزيرو يبقى 10، ناخد منه 1 يبقى 9 وال 1 يروح لل 6 تبقى 16. 16 ماينس ال 8 يديني 8. 9 ماينس ال 1 يديني 8. 3 ماينس ال 9 ما ينفعش. نبر 1 من الزيرو ما ينفعش، ناخد من ال 3 تبقى 2 والزيرو ده يبقى 10، ال 10 يدي 1 لل 3 تبقى 13 وهو يتحول ل 9. يبقى 13 ماينس ال 9 يديني كام؟ يديني 4. وبعد كده 9 ماينس 7 يديني 2 و 2 ماينس 1 يديني 1. الابروكسيميشن للنيرست 1000 ادي ال 1000 بليس اهو. نيجي على الرايت نعمل شرط وبعد كده نعمل كده. ال 4 هتزود ال 2؟ لا مش هتزودها، تفضل ال 2 زي ما هي وكل دول زيروز. يبقى الانسر عندي از 12000. يلا هنا هل ينفع نعمل بلس كده ولا لازم نعمل بالانس؟ لازم نعمل بالانس. هنا عندي في جاست 1 لسمال بليس نحطه كده. 2 بلس 0 يديني 0. 8 بلس 5 13. 3 ونكاري اب 1. 1 بلس 0 يديني 1. بلس 0 يديني 1. 6 بلس 9 15. 5 وهنكاري اب 1. 1 بلس 3 4. 4 و 8 12 هيبقى 2 ونكاري اب 1. 1 و 9 10. 10 و 1 11. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100. يبقى نروح على 100 بليس اهو. نعمل شرط على يمينه اهي. ال 1 يزود ولا لا؟ ما يزودش. يبقى كل دول زيروز وتفضل ال 5 زي ما هي. يبقى كده الانسر بتاعتي كده. يلا اللي بعد كده البالانس عندي موجود. يبقى نعمل الصم على طول. 4 بلس 6 10 0 ونكاري اب 1. 1 و 4 5 5 و 5 10 0 ونكاري اب 1 ونحط الديسمال بوينت. 1 و 3 4 4 و 7 11 1 ونكاري اب 1. 1 و 9 10 10 و 8 18 هيبقى 8 وهنكاري اب 1. 1 و 8 9 9 و 9 18. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100. ادي كده الايه ال 100 بليس. حط الشرط ال 8 تزود ولا ما تزودش؟ تزود تبقى ال 8 دي 9 وكل دول زيروز. يبقى انا عندي كده. يلا هنا في عندي بالانس؟ لا نعمل البالانس. تحط البوينت وتحط زيرو علشان يكون في هنا ديجيت، اشتغل مع الديجيت ده.
0 ماينس ال 6 ينفع هنبور 1. طبعا احنا قلنا لما يكون في زيروز كتيره وفي ديجيت في الاخر ده يقل 1 وكل اللي في النص يبقوا 9 واول واحد ده هيبقى 10. يلا 10 ماينس ال 6 يديني 4 وبعد كده نحط الديسمال بوينت. 9 ماينس ال 8 1 9 ماينس ال 4 5 بعد كده ال 9 دي تنزل وال 9 دي تنزل وال 5 تنزل. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100 ادي ال 100 زي بليس اللي هو ال 9 نيجي على يمينه ال 5 تديله ولا لا تديله تزوده تبقى ال 9 دي ايه تبقى 10. هل ينفع اكتب ال 10 هنا؟ لا هنكتب الزيرو بس وهنكاري اب 1 على 9. 1 بلس 9 10 هنكتب الزيرو ونكاري اب 1 على 5. 1 بلس 5 يديني 6 نحط هنا 0.0 يبقى الانسر عندي 60,000. يلا اللي بعد كده هنا هنعمل ديفيجن. عايزين نفتكر لما كنا بنديفايد اوفر 100 كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحرك البوينت تو بليسز تووردس ليفت. طب البوينت موجوده فين اصلا؟ البوينت في الاصل موجوده هنا لان ده كله هول وانز وما عنديش فراكشن بارت. فالايه؟ فالبوينت موجوده هنا هنحركها تو بليسز ادي بليس وادي انذر بليس تبقى هنا. يبقى انا عندي الانسر عندي 157026. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100 نروح على ال 100 زي بليس اللي هو ال 1 نيجي على يمينه نعمل السهل. ال 5 تزود ال 1 ولا لا تزوده تبقى 200. طيب يلا هنا الديسمال بوينت فين؟ هنا اهي نحركها تو بليسز ادي 1 ادي 2 تيجي لي هنا تبقى 9.99. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100 فين ال 100 زي بليس؟ نفتحه ادي ال 10 ادي ال 100 نيجي هنا طبعا الزيرو مش هيدي للزيرو يبقى الانسر عندي از 0. يلا الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي كومبليت ذا فولوينج تيبل وذ سوتبل نمبرز. النمبر ده عايزين نعمل له ابروكسيميشن مره للنيرست 10 مره لل 100 مره لل 1000. جميل قوي هنكتبه هنا الاول وبعد كده نشتغل عليه. يلا فين ال 10 بليس ال 2؟ حط شرطه كده على الرايت. ها ال 7 تزودها ولا لا؟ تزودها. تخليها كام؟ تخليها 3. يبقى ده هيبقى ايكوال معايا 6930. نعمل دول كلهم الاول هنا 517109. فين ال 10 بليس ال 0؟ ال 9 تزود ال 0 ولا لا؟ تزوده لي 1. تخلي ال 0 كام؟ تخليه 1. يبقى ده ابروكسيميتد ل 517110 and 0. يلا هنا ال 10 بليس اهو اللي هي ال 8 نيجي على الرايت منه نعمل شرط ال 1 يزوده؟ لا ما يزودوش. كل ده يقلب 0 وتفضل ال 8 زي ما هي يبقى 4380.0. يلا هنا فين ال 10 بليس اللي هو ال 4؟ نيجي على الرايت منه نعمل شرط ال 9 تزود ال 4 تزودها تخليها 5 وده يقلب 0 يبقى ال 650.00. يلا ال 38 ال 10 بليس فين؟ ال 3 نيجي هنا ال 8 تزود ال 3 تزودها تخليها كام؟ تخليها 4 تبقى 40 هنا. ادي ال 10 بليس. 7 تزود ال 1 تزوده تخليه كام؟ تخليه 2 وال 7 تبقى 0 يبقى 6 5 3 2 2 and 0. هنا ال 3 فين ال 10 بليس؟ مش شايفينه. نفتح ال 10 بليس نزود زيروز لحد ما نوصل اهو هو ده ال 10 بليس. نحط البوينت بتاعتنا ونحط شرط ال 3 تزود؟ لا مش هتزود يبقى يديني ايه؟ يديني 0 وطبعا ال 3 تقلب 0. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100 ادي ال 100 زي بليس حط الشرط ال 2 تزود ال 9؟ لا ما تزودهاش يبقى انا عندي ال 6 زي ما هي وال 9 زي ما هي وال 2 وال 7 يقلبوا زيروز. زي ما انتم شايفين كل دول مالتيبلز اوف 10 وكل دول هيبقوا مالتيبلز اوف 100 وكل دول هيبقوا مالتيبلز اوف 1000. هنا ال 100 زي بليس اهو الزيرو مش هيزود ال 1 يبقى دول زيروز وال 1 زي ما هو. هنا ادي ال 100 زي بليس نحط الشرط ال 8 تزود ال 3 تزودها تبقى 4 وال 8 تقلب 0 يبقى ده هيديني 4 4 0. طبعا هو ده يقلب 0. يلا هنا
ادي ال 100 بليس، ادي الشرطه بتاعتنا الفور مش هتزود ال 6، تفضل ال 6 زي ما هي والباقي كله يتحول زيروز. هنا ال 38 فين ال 100 بليس؟ مش موجود. نفتحه حط البوينت بتاعتنا عادي خالص ونحل المساله عادي. هل ال 3 تزود الزيرو؟ لا، يفضل الزيرو زي ما هو وال 3 تقلب زيرو وكل اللي على الرايت يقلب زيروز، يبقى يديني زيرو. يلا هنا ادي ال 100 بليس، نعمل الشرطه اللي على الرايت، ال 1 تزود ال 2؟ لا ما تزودهاش، تفضل ال 2 زي ما هي واللي على يمينها يقلب زيروز. تديني كده. يلا هنا ال 3 ال 100 بليس فين نفتحه؟ هو ده طبعا، الزيرو مش هيزود الزيرو يبقى هيديني زيرو. يلا اللي بعد كده نعمل لدول لنيرست ايه 1000. فين ال 1000 بليس؟ اهو حط شرطه على الرايت، ال 9 تزود ال 6 اه تزودها تخليها 7 والباقي كله زيروز. يلا هنا ال 1000 بليس اللي هو ال 7 حط على الرايت منه، ال 1 يدي ال 7؟ لا مش هيدي لل 7، يبقى كلهم زيروز وال 7 زي ما هي. ادي ال 1000 بليس اهو، ادي الشرطه، ال 3 تزود ال 4؟ لا، يبقى كل ده يقلب زيروز وال 4 زي ما هي. فين ال 1000 بليس؟ مش موجود. نفتحه حط الشرط، ال 6 تزود ال 0؟ اه تزوده، تخليه كام؟ تخليه 1 وكل ده يقلب ايه؟ يقلب زيروز. يلا ال 38 فين ال 1000 بليس؟ نزود زيروز لحد ما نفتحه. ادي ال 100s، ادي ال 1000، حط الشرطه بتاعتنا عادي خالص، نشتغل عادي خالص. الزيرو طبعا مش هيزود الزيرو، يفضل زي ما هو يقلب زيرو، هو اصلا زيرو والباقي كله زيروز اللي هي ايه؟ تديني زيرو. يلا هنا ادي ال 1000، حط الشرطه، ال 2 تزود ال 3؟ لا، كل ده يقلب زيروز وال 3 زي ما هي. يلا هنا ال 3 نفتح البليس اللي هو ال 1000، طبعا واضح جدا الزيرو مش هيعمل حاجه للزيرو، هيديني ايه؟ هيديني زيرو. يلا نشوف بقى المسائل المهمه اللي عايزه ايه؟ اللي عايزه تفكير. بيقول لي وات از ذا سمولست نمبر ذات اف ابروكسيميتد تو ذا نيرست 100 gives a result of ايه؟ of 700. يعني انا عندي حاجه كده هعمل لها ابروكسيميشن تديني ايه؟ 700. هو لما يقول لي النيرست 100 ويديني 700، يبقى هو في الاصل كان عامل ازاي؟ عندي 3 بليسز اهم، ده ال 3 بليسز والمفروض ان ده اللي اشتغلت عليه وكان الشرطه بتاعتنا هنا. ناخد بالنا بقى لما يقول لي وات از ذا سمولست نمبر اللي هيعمل له ابروكسيميشن يديني ده، لازم نعرف ان ده لازم يكون للزان، للزان ده. لكن لو قال لي وات از ذا جريتست، يبقى لازم يكون النمبر ده اكبر من ده ونزل له. اوكي، يبقى هنتفق مع بعضينا. لما يقول لي وات از ذا سمولست، يبقى انا عارف ان الانسر بتاعتي لازم تكون less than 700. لكن هنا بيقول لي هنا ايه مثلا وات از ذا جريتست، يبقى انا لازم اكون عارف ان الانسر بتاعتي جريتر ذان النمبر ده. خلاص اتفقنا؟ عشان بس وانتوا داخلين على المساله تبقوا عارفين الانسر هتبقى عامله ازاي. يبقى انا عندي هنا وات از ذا سمولست، يبقى انا عارف ان النمبر هيكون للزان الابروكسيميتد. يلا نشوف بقى لما يكون النمبر للزان الابروكسيميتد، يبقى لازم ال7 دي تكون 6 لان ده اللي قبليه على طول. طيب هنا بقى عشان يزود ال6 1، ايه اللي هيزودها 1؟ عندي ال9، عندي ال8، عندي ال7، عندي ال6 وعندي ال5. طب هو بيقول لي ايه وات از ذا سمولست، يبقى اختار اقل ديجيت فيهم، يبقى نختار ال5. تمام، وده نخليه ايه 0 ولا 1 ولا 2 ولا 9؟ لا نخليه 0 عشان يبقى سمولست. يبقى الانسر بتاعتي از ايه 650. تمام خلاص عرفت نعملها ازاي. يبقى لما يقول لي وات از ذا سمولست، يبقى الانسر بتاعتي اللي انا هطلعها لازم هتكون للزان النمبر اللي هو مدهولي. طب يلا هنا وات از ذا جريتست، بيقول لي وات از ذا جريتست، يبقى انا عارف ان اللي هيطلع اكبر من ده. اوكي طيب لما يكون اكبر من ده، ده كام ديجيت؟ 1 2 3 4 5، يبقى نحط هنا 5 ديجيتس اهو، ادي ال 5 ديجيتس.
هو عايز يعمل ابروكسيميشن للنيرست ايه للنيرست 1000 يبقى انا هشتغل على اي بليس هشتغل على البليس ده ودي كده على الرايت وده هيدي لده وده لما يدي لده ما ينفعش يزوده يبقى لازم ده يكون ايه يكون 0 وده يكون ايه وده يكون 1 طيب ده عشان ما يزودش ده يكون كام انا بقول وات از ذا جريتست هل احط 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 لو حطينا 5 هيزود لي ده يبقى نحط الايه نحط ال 4 طب هنا نحط 0 0 لا نحط 9 و 9 يبقى الانسر بتاعتي از ايه 10499 يبقى وانا داخل على المساله عارف ان النمبر اللي هيطلع لازم يكون اكبر من النمبر الابروكسيميتد عشان بيقول لي وات از ذا جريتست يبقى انا نمبر كبير ونزل للايه لل 10000 يلا اللي بعديها وات از ذا جريتست خلاص انا كده عرفت ان اللي هطلعه لازم يكون اكبر من ده وبعد ما اتعمل له ابروكسيميشن نزل له اوكي طب انا عندي كام بليس عندي 4 بليسز يبقى انا عندي احط الفور بليسز اهم ابروكسيميشن للنيرست كام للنيرست 100 ادي البليس اللي عندي اللي اسمه 100 واحط الشرطه هنا ولازم ده يدي لده وما يزودوش ما يزودوش وات از ذا سمولست لازم هيزود هنا ما يزودوش وعشان ما يزودوش لازم تفضل ال9 دي زي ما هي وال9 دي زي ما هي طيب ايه النمبر اللي هنا بقى اللي يكون كبير وما يزودش ال9 الفور طب وهنا نحط ايه عايزه يبقى جريتست احط 0 ولا 1 ولا 2 ولا احط 9 لا احط 9 يبقى الانسر بتاعتي از ايه 9948 يلا نتاكد عايزين نعمل ابروكسيشن للنيرست 100 ادي ال 100 زي بليس الفور مش هتديني يقلب زيروز ودول زي ما هم يلا اللي بعد كده وات از ذا سمولست خلاص يبقى انا عارف ان اللي هيطلع لازم يكون للزان ده ولما يجي النمبر يدي لاخوه يزوده طب عندي كام بليس 1 2 3 4 5 ادي ال 5 بليسز ادي 1 2 3 4 اند 5 للنيرست ايه للنيرست 1000 ادي ال 1000 بليس وادي الايه وادي الشرط ولازم اكون عارف ده هيزود ده ده هيزود ايه ده طب لما ده يزود ده ولقينا ده ظهر فيه زيرو يبقى ده كان في الاصل ايه لازم يكون 9 وطبعا ده يكون ايه يكون 2 عشان ال 9 لما يجي لها 1 هيتكتب مكانها 0 وتزود ده طيب انا عايز ده بقى نمبر يكون سمولست ويزود لي الايه ال 9 احط مين ها نحط 1 ما هو مش هيزود نحط 2 3 4 مش هيزوده لو حطيت 5 تزود 6 تزود 7 تزود لكن عايزه سمولست يبقى احط ال 5 طب هنا نحط ايه احنا عايزينه سمولست نحط 9 ولا نحط 0 لا نحط 0 0 اوكي الحته دي يا اولاد مهمه جدا والمسائل فيها بتبقى جميله انا يهمني تعرفوا الفكره اعرفوا الفكره كويس ويا ريت تسمعوا الجزء ده تاني يعني الجزء الثاني اسمعوه يبقى ملخص سريع للجزئيه دي لما يقول لي وات از ذا سمولست يبقى اللي هيطلع لازم يكون سمولست زي الابروكسيميتد والسهم هيزود اوكي السهم هيزود وات از ذا جريتست النمبر هيبقى اكبر من الابروكسيميتد والسهم مش هيزود ده الملخص بتاع الحته دي نيجي نشوف اللي بعد كده complete using suitable digits نحط هنا ايه علشان يبقى approximated ده للنيرست 1000 للنيرست 1000 دي هنحط هنا كده البوينت دي كده نحط الشرطه كده يلا التو تزود ولا ما تزودش التو ما تزودش يبقى لو حاطين هنا 4 مستحيل تبقى 5 يبقى لازم نحط هنا ايه 5 هنا للنيرست 100 ادي ال 100 زي بليس اهو ها الفور تزود ولا لا ما تزودش يبقى لازم يبقى لازم الايه تفضل زي ما هي يلا هنا ال 9 تبقى ايه تبقى 0 للنيرست 100 اولا لازم نحط ال 100 دي بليس نظهره فين ال 100 دي بليس ادي اليونتس التنس ادي ال 100 اهو هنحط الشرطه كده ده عايزينه يدي لل 0 وما يزودوش عشان يطلع 0 عشان ما يزودوش يبقى ممكن يكون ايه ممكن يكون 1 2 3 4 ها طب لو ده بقى 5 لا هيزود هيبقى 100 يبقى ده يا اما يكون 1 يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4 كل دول لو الديجيتس دي كلها موجوده في البليس ده مش هيزود وهيبقى الابروكسيميشن بايه بزيرو طب يلا هنا عايزين ده يديني ايه للنيرست 100 النيرست 100 هقف هنا كده واعمل الشرط نشوف ده هيزود ولا لا ال7 تزود ولا لا هتزود لما ال7 تزود نبص كده نلاقي ان الرقم بقى 3 يبقى واضح ان هنا كان فيه كام كان فيه 2
طب ولما يكون هنا في 2 تزيد يبقى هنا في كام؟ هنا في ال 6 بتاعنا. مسائل جميله جدا وبتختبر ذكائنا وفعلا بتخلينا اقوياء في الماثيماتكس. الماثيماتكس يعني لازم نفكر، لازم نشغل دماغنا واحنا بنفكر، ولما تشغل دماغك وتوصل لحل المساله هتبقى مبسوط جدا ان انت حلتها صح. يلا مع بعضينا نشوف الورد بروبلمز. بيقول لي a primary school has 15 classes. Each class has 31 pupils. Calculate the total number of pupils approximating the result to the nearest 100. عشان اجيب كل البيوبلز هيحصل ايه؟ هنعمل multiplication. ليه هنعمل multiplication؟ لان انا عندي ال 15 class كل واحد فيهم فيه 31. يبقى اكني بقول 31 plus 31 plus 31 plus 31 and so on 15 times. واحنا قلنا ان الريبيتد اديشن از ا مالتيبليكيشن، يبقى هنعمل ده تايمز ده، يبقى ذا توتال نمبر اوف بيوبلز هي ايكوالز ايه؟ 15 تايمز ايه؟ 31. نعملها في الدرافت هنا، ادي 31 تايمز ال 15. 5 times 1 يديني 5، 5 times 3 يديني 15، حط الزيرو، 1 times 1 يديني 1 وادي 3، نعمل بلس، هنا يبقى 5، هنا يبقى 6، هنا يبقى 4، يبقى هيديني ايه؟ 465 بيوبلز. اوكي؟ هو بيقول لي بقى ايه؟ approximate the result to nearest 100، يجي عند ال 100's place، حط شرط. ال 6 تزود ال 4 ولا لا؟ تزودها، تخلي ال 4 8، تخلي ال 4 5 وهي تقلب زيروز، يبقى approximated to 500 بيوبلز. بروبلم 2 بيقول لي سالي بوت ا بلوز فور 25.3 باوندز اند ا باج فور المبلغ ده اند ا بير اوف شوز فور المبلغ ده. يعني هي اشترت ثلاث حاجات. هاو ماتش موني ديد شي باي؟ دفعت قد ايه؟ طبعا هنعمل بلس لده بلس ده بلس ده. approximated to the nearest 10، وبعد كده نعمل approximation لل nearest 10. يبقى she paid، حط النمبرز يلا، 25.3 plus 35.7 plus هنا 58. لازم طبعا نحط decimal point ونحط 0 عشان نعمل balancing مع ال 2 numbers دول. يلا شوف هيدينا كام. 3 plus 7 10 plus 0 يديني 10، هيبقى 0 وهنكاري اب 1. 1 بلس 5 is 6 بلس 5 11، 11 بلس 5 16 هيبقى 6 وهنكاري اب 1. 1 بلس 2 is 3، 3 و 3 يديني 6، 6 وال 8 يديني 14. اوكي يبقى ده طبعا بالايه؟ دبل باوند او بالايه؟ بالايجيبشن ال اي. طيب يبقى ده ابروكسيميتد لايه؟ للنيرست 10. ادي التنس بليس اهو، نيجي هنا نشوف ال 6 تزود 1 ولا ما تزودش؟ تزود، تخلي ال 4 5 وهي تقلب 0، يبقى 150 ايجيبشن ال اي. يلا اللي بعديها. The man heart during the sport exercises pumps 7 liters of blood in 1 minute. يعني القلب بتاع الانسان لما بيجي الانسان يلعب رياضه، القلب بيقعد يدفع الدم او يضخ الدم بمعدل 7 liters in 1 minute. How many liters of blood does the heart pump in 30 minutes؟ يبقى في ال 30 minutes القلب بتاعنا هيضخ دم قد ايه؟ واضح طبعا ان هنعمل ال 30 minutes times 7، لان كل minute بيعمل 7، يبقى 7 plus 7 plus 7 plus 7 30 times. وطالما بنكرر النمبر بالاديشن يبقى دي multiplication، وبعد كده نعمل approximating من nearest 100. يبقى هنقول the number of liters equals 7 times ال 30 which equals، لما بنيجي نعمل multiplications ونلاقي number فيه zeros، ال zeros نحطها على النص رايت، يبقى عندي 3 times 7، 3 times 7 21، يبقى 210 liters اللي هي approximated لايه بقى؟ هو عايز approximated لل nearest 100. 100 ادي ال 100 زبلس اهو، نعمل الشرط وادي السهم، السهم يزود هنا ولا ما يزودش؟ ما يزودش، تفضل التو زي ما هي وده يقلب زيروز، يبقى هنا 200 ليترز. يلا اللي بعد كده.
بيقول لي a box contains 36 pieces of soup. Find the number of pieces in 15 boxes. عندي صندوق، الصندوق ده فيه ايه؟ صابون. كل صندوق فيه 36 بيس. يبقى لو عندي 15 من البوكسز دي يبقى فيهم كام بيس؟ هنقول طبعا 36 بلس 36 بلس 36 نحطهم على بعض 15 تايمز. يبقى احنا بنعمل اديشن لنفس النمبر اللي هو 36 بلس 36 بلس 36 15 تايمز، يبقى اكنها مالتيبليكيشن، يبقى 36 تايمز ال 15 على طول. الاديشن بنفس النمبر از ا مالتيبليكيشن، لان تعريف المالتيبليكيشن يا اولاد، المالتيبليكيشن از ا ريبيتد اديشن. اوكي طيب، يبقى النمبر اوف بيسز equals 36 times 15. يلا نعملها في الدرافت. 5 times 6 30 0 and we have a 3. 5 times 3 15 plus 3 18. حط 0 وعندي هنا 36. 8 plus 6 يديني 14 4 وهنكاري up 1. 1 plus 1 is 2 plus 3 يديني 5. يبقى هيديني 540 pieces اللي هو approximated لإيه بقى؟ هو عايز يعمل approximation للنيرست 100. فين ال 100 بليس؟ أهو حط الشرط. يلا السهل، الفور تزود ولا لأ؟ مش هتزود، تقلب زيرو والفايف زي ما هي، يبقى 500 pieces. وبكده يبقى احنا خلصنا الليسون التاني في مجموعة دروس الابروكسيميشن. الليسون سهل جدا، مفيش جديد زي الليسون الأولاني. كل اللي احنا بنعمله زيادة في الدرس ده اللي احنا بنحدد البليس اللي هو بيقول لي عليه، سواء كان ال 100 او ال 1000. وناخد بالنا جدا في الورد بروبلمز بتاعة الابروكسيميشن، لما يجي يقول لي السمولست نمبر والجريتست نمبر، عرفنا نعمل الجزئية دي ازاي عشان دي مهمة جدا ودي اللي بتلخبط في الامتحانات. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ان شاء الله.